أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من بيت الكل. في هذه الحلقة الخاصة لابد من إجابة على السؤال الكبير: ماذا يعني العمر وخاصة بعد 60؟ دعوني في البداية أرحب بزميلتي شافكي ولانا. أهلا، مساء الخير يا خالد. أمام تحدي طبعاً. بصراحة اليوم لأن أمام نموذج، ضيفتنا بعد قليل هي نموذج بالفعل، لكن بضل الرهان لمن الغلبة راح تكون في نهاية التحدي، للتحدي للصبر للإصرار أم للنقيض تماما. صح، النقيض تماما. يعني إحنا بنحكي عن العمر وأحيانا الإنسان وبين وبينك بخوف الحكي عن العمر والله. لا 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 يا خالد. شوف، العمر هو رقم أنا بعتبره، يعني وما بعرف كيف أراءكم فيه، لأنه إحنا إذا شفنا في الحياة منشوف ناس أحيانا بعمر 30 وبعمر 40، لكن بتشعر حتى في طبوغرافية جسدهم وفكرهم وروحهم وتفكيرهم شيخوخة. هم شيخوخة وهم مسنون، لكن أحيانا بنشوف كبار في العمر. أنا كتير بنبسط، أنا دائما مع إنه على سبيل المثال بالتحديد السيدة الكبيرة المسنة هي كبيرة في وقارها، لكن تحافظ على هذا الوقار بفكرها وبروحها وبعلمها وبتفاعلها مع الحياة. يعني صحيح، أنا كمان بتفق جدا. يعني دايما بشوف فكرة إنه المسن ما بقتيش تقدري تحدديه على مستوى العالم. بالضبط، لأنه كمان على مستوى العالم بقت درجة التقاعد مختلفة من دولة للتانية، لأن هما كمان الإنسان اللي عايش الحياة الحديثة دلوقتي مع التقدم بقى شكله كمان أصغر. يعني زمان كنت تشوفي تقولي فلان ده عنده كم سنة كان يبان كبير، دلوقتي لا، ما بقتيش تقدري تحددي الأعمار عاملة إزاي. بوافق جدا كلامك يا لانا بإنه لا، العمر يعني كلنا عارفينه، بس لو أنا هعيش بالعمر يبقى هرجع خطوات ورا وهبقى دايما مترددة وقلقانة أنا كبرت أنا كفاية كده. لكن لو أنا عشت إنه صحتي كويسة، إني أقدر أعمل اللي أقدر أعمله، إن الإرادة ممكن تبقى موجودة، وأنا بشوف إن الإرادة دي هي العنوان ولا إيه؟ هو بصراحة شافك، يعني التطور اللي حاصل في مجمل مختلف مناحي الحياة أعتقد إنه حررنا، برغم يعني بغض النظر عن العمر، حتى كبار السن حررهم من الكثير من اللي فرضتوا علينا التقاليد العمر، إنه أنا خلاص عاد 60 عيب كذا مش عارف إيش كذا لازم فتحت هذا السقف بنبدأ نستسلم لمقولة الشيخوخة وإنه إحنا طلعنا معاش. بالعكس، وراحت عليهم الدراسات، الدراسات كلها بتأكد إنه النضوج والعطاء يبدأ بعد سن 60. صحيح، يمكن. وده اللي بيبان في الرحلات السياحية. يعني كتير تلاقي إنه بعد 60 مثلا أوروبيين بيدخر كل الأموال عشان بعد 60 بقى ما عندوش مسؤوليات، عايز يستمتع. لا، ويبدأ مرحلة استكشاف. أنا علشان هيك يمكن إحنا فعلا، أنا إذا بدنا نسمي حلقتنا لليوم هي بعد ما يشوفوا المشاهدين من ضيفتنا، هي عنوانها الإرادة. صحيح، وعنوانها الإيمان بالله عز وجل. طيب، لأنه إذا في إيمان داخلي، على فكرة الإيمان بيعطي طاقة. طيب، وبيعطي قوة. المصاعب أكيد كلنا بنواجه مصاعب بدرجات. صحيح، لكن في منا مين بيستسلم للعمر وفي لا. لكن أنا تعقيبا على كلام خالد بأنه الآن يمكن الحياة خلت الأشخاص على سبيل المثال في عمر 60 تتفرج عليهم وكأنهم في عمر 40 لسبب. صح، أولاً بأنه الحياة أو العالم الطب والصحة تطور، وسائل الترفيه في الحياة أصبحت موجودة، وبالتالي الآن بضل على الشخص نفسه كيف يستخدم ويستفيد منها قدر الإمكان، وكيف يلعب على دور الصحة ويدير باله على صحته. طبعاً، وعلى فكره هو أكيد لازم ياخد باله من صحته مهما كان العمر إيه، لأنه هو ده المفتاح. وكمان معاه مفتاح تاني، هو مفتاح راحة البال والرضا، انك تبقى دايما راضي ومتفائل محب للناس. اعتقد دي اكبر طاقه. عموما حلقتنا النهارده هي هتكون مثال للناس، حلقه بيت للكل النهارده الحقيقه ان شاء الله هتستمتعوا بيها، لانه السيده اللي هتكون ضيفه بيت للكل واللي خصناها، اتمنى ان انتوا تستمتعوا بالتفاصيل، عاشت ازاي، تجربتها ايه، بدات التعليم امتى، توقفت ازاي، عندها ايضا تجارب مع المرض الخبيث مرتين، رحله تستحق الحقيقه المتابعه والتفاصيل. الاستاذه امال اسماعيل. من هي الأستاذة أمال إسماعيل؟ وهي أول باحثة ودارسة للماجستير في عمر 81 عام.
ما هو المشوار؟ تابعوا معنا في بيت للكل. نحن اليوم في حضرة التعقل النضج، سنين العمر الطويلة التي تمنحنا الخبرة، وبالتالي هذا ينعكس على أدائنا، على قراراتنا، وعلى مجمل سلوكنا في حياتنا اليومية. أمال إسماعيل أكبر باحثة ماجستير في مصر، لم يعقها تقدمها في السن ولا المرض، تحدث السرطان وتحدث كل الخبائث اللي في الدنيا في سبيل الوصول إلى غايتها. هي ضيفتنا في هذه الحلقة، سنطلع منها على ما جادت به سنين العمر عليها في كل سلوكها وفي مجمل حياتها. صحيح يا خالد، وأيضا مشاهدينا، يمكن اليوم حلقتنا هي فيها بصيص من الأمل ومن الدافعية، بأنه الحياة مهما وصلنا بأعمارنا لكن عنا فرص كتير كبيرة حتى نقدمها، والحياة دائما مربوطة بالأمل وبالعطاء. علشان هيك ضيفتنا لليوم هي الست أمال إسماعيل. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمال. أهلا بيك حبيبتي، نورتينا في الاستديو. ده نور كل مالي الدنيا بحالك. أهلا وسهلا. شكرا. شوفي، أنت بتعطينا أمل، وحلقتنا لليوم هي بتعطينا درس لكل مشاهد عم بيشوفنا. ما في شيء متأخر في الحياة، صح؟ لا، ما فيش حاجة متأخرة. مظبوط. بالعكس، يمكن التأخير بيجيب تفكير أوسع، أنضج، بيجيب أعمق. مظبوط كده يعني. طيب استأمالي الآن في هذا العمر المتقدم، والله يعطيك الصحة إن شاء الله. لا مش متقدم ولا حاجة، أنا 18 سنة. أنت صبية وست صبية. أكملتي رسالة الماجستير ودخلتي في معاناة مع مرض السرطان، وأنت ناجية منه، وبالتالي كان في تصميم وإرادة أنه لازم أستمر في الحياة. أكملت أيوة. رسالة الماجستير وكانت تتناول موضوع المسنين وأساليب السلوك من الناحية يعني الثقافية والاجتماعية للمسنين. أيوة. وكانت العينة على 20 شخص. خلينا نأخذ يعني طبيعة هذه الرسالة والنتائج اللي طلعتي فيها. والله هو أصلاً ليه اخترتي هذا الموضوع بالتحديد؟ أنا مش اخترته. أنا ما كنتش عايزاه أصلاً، لأن زي ما تقول حكاية المسنين دي بتجيب لي اكتئاب. كل حاجة مسنين مسنين مسنين. فالدكتورة بتاعتي الله يكرمها، المشرفة على الرسالة، قالت لي خديها هتبقى حلوة، لأنها العنوان إيه؟ الحياة الثقافية والاجتماعية للفئات العمرية المتقدمة في ضوء النوع الاجتماعي اللي هو الجندر بالإنجليزي. فلما بديت أقرأ لقيت فعلا الموضوع جميل قوي قوي، وخصوصا ان انا عايشة وحيدة، مع ان عندي ربنا يحميهم ويخليهم يا رب 4 أولاد في منتهى الجمال وفي مراكز هايلة، اطباء ومهندسين واساتذة جامعة، لكن انا عايشة وحيدة. خلاص هم في اسكندرية في القاهرة، وانا وحيدة في المنصورة، ما غيرتش بلدي يعني. فبصيت لقيت الموضوع فعلا جميل قوي، اسلوب حياه، واستخدمت المنهج الوصف التجريبي بالنسبه للمناهج، واستخدمت
النظرية البنائية الوظيفية. ممتاز. النظرية البنائية معنتها أنساق، نسق ديني، نسق أسري، نسق علمي، أكذا أنساق، وكل نسق بيكمل التاني. ومن ضمن الأنساق دي بقى الإنسان الكبير أو المسن في جوه الأنساق دي، لو النسق ده فلت منه حاجة الباقي مش هيكمل. مظبوط. فالحقيقة لقيت الرسالة رائعة بصراحة، وهم بقى بيناقشوا أنا مش فاهمة، طلعوا بقى اللي أنا مش عارفة. طبعا أساتذة بيناقشوا الرسالة عشان حيدون الرسالة يعني. لقيت الدكتور عبد الوهاب بودة، هو أستاذ في جامعة عين شمس، قال إن دي أول رسالة باللغة العربية تتبنى، يعني زي ما تقولي في كماجستير يعني أو كدكتوراه، دي أول رسالة بتتبنى الموقف. شكرت جدا جدا الأستاذة الرائعة اللي اسمها فتحية الحوتي عندنا اللي اختارت للموضوع، أنا ما كنتش عايزاها أصلا. لكن 20 كانت عينتي الدراسة، العينة 20 شخص من النساء جندر. أيوة، كلها نساء، نساء ورجال، نصهم رجال ونصهم نساء. وكانت تجريبية يعني، جلستي معاهم؟ ما فيش حاجة، أنا أصلا زي ما انتوا يعني أنا أصلا جذور فيا يعني. بلدي اسمها النصرة، مركز المنصورة، ده أهلية تبع للمنصورة يعني. ف رحت بلدي قلت لها انا هطبق في بلدي، لان انا مش معقول هروح دار مسنين وممكن ان هما ما يقولوش الكلام بصراحه او ما هيخبوا حاجات في حياتهم، لكن دول بقى اولاد بلدي وانا بنت عمدتهم اصلا، كان ابويا العمده، فبقوا يتلهفهم ان هما يجوا يقولوا لي ويجيبوا لي البطاقه الشخصيه عشان اتاكد ان هما فوق الستين. بصراحه عايزه اسيب الورق وعايزه اكلمك من القلب. ايوه انا معاكي بقى، انا بحب كلام القلب ده. عايزه اكلمك من القلب لانه دخولك علينا مش قادره اقول لك طاقه قد ايه ايجابيه وحلوه. انا خفيت ايه اكيد. خالد كان تعبان، خف. خالد كان هبطان تعبان، جات له طاقه. فالطاقه دي اللي هتخليني اسالك بقى يعني، طبعا وخليني اشرح لزملائي، هي من محافظه جميله، محافظة الدقهلية والمنصورة، من أجمل المدن اللي موجودة عندنا، وأجمل البنات وأجمل طبعًا الرجالة. وأجمل احنا ما امتى نروح المنصورة يا شفكي؟ إيه؟ امتى نروح المنصورة؟ لازم نروح المنصورة. شفكي من المنصورة؟ لا أنا من الشرقية، بس المنصورة جميلة وأنا حقيقي في انتظاركم. طبعا منصورة ومحافظة الدقهلية من المحافظات الجميلة بناسها ولها تفرد وجمال. فأنا هنا عايزة أسألك سؤال كده، قولي لي إيه اللي خلاكي الأول أستاذة أمال تكملي تعليمك؟ يعني انت قلتي لي انت بنت عمده، هل كنت وقفتي عند التعليم بعدين قررتي تكملي تعليم؟ لا، هو في الاساس انا كنت بنت عمده، العمد بيقولهم ما اعرفش انتوا عارفين الكلام ده ولا لا، هم بيبقى زي مثلا رئيس مجلس المدينه في اي مدينه طبعا، فهو الكل في الكل، بيجيله بقى ضباط، بيجيبوا دكاتره، بيجيله لازم هو اللي بيقابلهم عمده القريه. اللي هو المسؤول عن القريه. فكان فيه ضابط او مأمور مركز، ضابط يعني جاي بيمر يعني، وانا كنت بقى ايه، شقيه عفريته بقى. انت لسه شقيه؟ لا، الشقاوه موجوده اصلا. لا والله، شعري كان لون شعرك ده. يا سلام. معلش. وكان طوله، وانا طفله صغيره كان، وبعدين عينيا مش ملونه، عينيا سودة. فكان في تضاد بين الاثنين، شعر اصفر فاتح مع عينين سودة، ده كانت حاجه غريبه يعني. فالظابط زي ما تقول انا لفت نظر، وبعدين بقى بتحرك وبجري وبعمل، فقال له البنت دي، قال له بنت اسمها امال، كان حتى ما كانش اسم امال الاول، كان ريناتا. اسمك ريناتا الاول؟ لان زي ما تقولي كان في عسكري من ايام الحرب العالميه الثانيه نزل بالباراشوت في غيط من الغيطان وما هوش عارف المكان، وماشي بلم في الباراشوت، الفلاحين خافوا منه فجابوه لابويا. ابويا بقى العمده، فقال لهم سيبوه. وبعدين مش فاهم طبعا الماني ولا ده عارف عربي، بس في واحد قريبنا بعض كلمه انجليزي كده، فعارف انه الماني جيرمان. فقال له خلاص. وهم بقى انت عارفه كان ايامها بكرهوا قوي الانجليز. طبعا. قال له سيبوه.
محدش يبلغ عنه أولاد، محدش فعلا بلغ عنه. أنا في الأثناء دي اتولدت. هو كان سايب صديقته أو بنت أو حبيبته فاسمها رينات، فقال لهم رينات خلاص. رينات تعي رينات، روح يا رينات. فسموكي رينات؟ لا ما كانش اسمي هو. ما اتكتبش يعني، ما كان أيام الحرب العالمية الثانية بقى. أيوه. فخلاص رينات. فالضابط ده جه فبيتكلم بقول له، قال له رينات ايه يا حاج؟ فحد يسمي رينات؟ سماها أمال أحسن. قال له كتبتها؟ قال له لا لسه. قال له اكتبها أمال لأنه اسم جديد وحلو. فسمى أمال. قال له وديها المدرسة الفرنساوي في المنصورة. سانت فامي. ايوه سانت فامي من احسن مدارس عمر. ايوه ورحت المدرسة. واخر حلاوة وانبسطت بقى. وبعدين كومنتو تابيلي دي بقى يا سلام امسكها بقى لأي حد. باليفو فرنسي بقى كله ان فرنسي. عايز اعلمهم بقى انا عرفت فرنساوي. فالمهم ايه، قال له سيبها بقى وخد لنا مثلا شقه هو فوق واحنا تحت في نفس البيت. وقعد لغايه ما بقيت سن 12 سنه. سن 12 سنه ده جه بقى ايه الحبيب بقى حبيبي اللي هيتجوزني. ايوه. هو كان زي ما تقول بيني وبينه 9 سنين. هو كان مسميه بيني وبينك الرقم المقلوب. هو من مواليد 34 وانا 43. ففي فرق 9 سنين. هو ده الرقم المقلوب بقى. عايز ابن عم ده وعايز يتجوز. انت كنت 12 سنة بقى وهو في العشرين. 21 تقريبا. وتوقفتي هنا عن التعليم. هو اللي خرجني من التعليم. رجعتي امتى بقى للتعليم؟ لا سن 38 سنة. ايه اللي رجعك؟ مفيش حاجة. ما هنا فكرة. يعني ايه اللي خلاكي تاخدي قرار وترجعي؟ غصب عني بقى لان اصل ده حاجة قاهرة. انا قارئه جيده من اول ما بديت افك الخط لغايه النهارده برغم ان عينيا ساعات بتزغلل وساعات النت بتعبني لكني لازم اقرا. هو 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 الاصرار. انا يعني يا حجي امال اغبطك على هذه الطاقه الايجابيه وعلى روح التحدي، وانت قارعتي اخبث الامراض وتغلبتي عليه. أيوه. انا في بالي سؤال انه انت شو هالاصرار العجيب وهالقرار هذا اللي أكيد هو نتاج تفكير معمق وفي من وراءه رسالة. رحتي كملتي ماستر في هذا التخصص، أنت أكبر باحثة ماجستير في جمهورية مصر العربية مش في دولة يعني تانية. فيعني إيش رسالتك؟ إيش اللي ما الذي دفعك لهذا التحدي اللي غير مأمول النتائج، غير مضمون النتائج؟ ما أنا بقول لحضرتك هو ما راحش التحدي ده من جوايا. هو قعدني في البيت وانا ما عنديش ستات تخرج تنطط لي في الشوارع وتسيب لي الولاد والكلام ده. انا طوعت لان بحب، كنت بحبه فعلا. ما فيش زوجه حبت زوجها قد ابدا. يا سلام. لما تقولي ما فيش، لان ده حاجه كيمياء بقى ما اعرفش هي ايه. فانا كنت بحبه جدا جدا. اللي كان يقوله كنت انفذه. بشوف الدنيا بعينيه بعيونه من جوه بقى جمره نار بقى طبعا. لا يقول لي انت عايزه تقري، ادي كتب احسان، ادي كتب يوسف السباعي، ادي انيس منصور 200 يوم حو. اول واحده قرت كتاب ل 200 يوم حو. طبعا ده من اجمل الكتب. هو كان يجيب لي كل حاجه بس ايه ما تخرجيش تفضلي في البيت. في البيت. كان بغار عليك يعني؟ بغار. غيره. غيرها؟ غيره؟ ما اعرفش. انا كنت اللي اعرف اني كنت جميله جدا. انت جميله. ما زلت جميله. انت جميله لسه. انت جميله لسه. طيب على الهامش فكرتي مشان الاخرين يستفيدوا من تجربتك، فكرتي تلخصي هذه التجربه وانت قارئه نهمي قارئه لكبار الادباء؟ انا كتبت والله شويه فيها. كتبت كنت بحاول ان انا اعمل قصه حياتي. وبعدين زي ما تقولي حد برضو طلب ان ليه انت بتكملي، فديته كشكول يقراه، خده ما عادش جابه. ما علينا. المهم انا ما لان الكلام موجود ممكن اكتب في اي وقت. لكن بصراحه انا ما وافقتش ابدا ان ما كملش اطلاق. هو سافر بقى في الاثناء دي ليبيا. كان جات له حاجه تبع الشغل وسافر. فدنيتي واخده شهادة النقل من أولى لتانية كانت بالفرنساوي، لكني رحت المدرسة العادية. قلت لهم ممكن أكمل بديا الإعدادية؟
تنفع. كم سنه دلوقتي يا حاجه امل؟ لا 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 18 بس الرقم مقلوب. خلاص ماشي خلاص مش هنقول 81 81 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية. شوفي هي الأعمار ليست بعدد السنوات. بدنا رسالة للمشاهدين وبالتحديد للمشاهدات بالضبط. شوفي أحيانا الصعاب بتولد الإنسان الناجح. أيوة. والتحدي بخليك أكثر إصرارا على الحياة، تصير بدك تعطي أكثر وكأنه قضية تحدي في الحياة. لا 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 هي قضية توفيق من الله وتوفيق لا من لا الله. لأنني ربنا سبحانه وتعالى عمري ما فقدت الثقة في الله أبدا مهما بالله. كانت الصعاب مظبوط. أقول يا رب ألاقي كل حاجة بتتفتح كل الأبواب. شو رائع. شوف الرسائل اللي عم تعطينا إياها طبعا. فأنا هلأ بدي يسمعونا المشاهدات. شوفي أحيانا مثلا أنا واجهت مشكلة وأنا ما بحب أحكي عن تجارب الشخصية. لما جيت أكمل الدكتوراه إنه إيش بدك فيها هلأ الدكتوراه يعني؟ أنت عارفة أن أنا دلوقتي هسجل سجلت فعلا هسجل الدكتوراه. سجلت فعلا سجلتي هلأ الدكتوراه وزائد دخول كلية الأداب قسم لغة إنجليزية. هلأ بدك ترجعي طالبة كمان مرة والفرنساوي باخد درس في البيت على أساس ما نسهوش لان برضو اللغه حاجه تانية برضو بتقدر تاخدي مرجع باللغه الانجليزيه مظبوط تحتاجيها في المراجع. هترجعي تدرسي عشان يترجم لك. هترجعي تدرسي شكسبير بدرس بدرس خلاص التحقت خلاص بموجب الليسانس. رحت قدمت وقال له ممكن تاخدي تدخل كليه الاداب قسم اللغة الإنجليزية مع الدراسة للدكتوراه. طيب أنا هنا بدي رسالة. الآن بيسمعونا مشاهدات في مختلف أرجاء الوطن العربي وكلنا ثقافاتنا واحدة. الآن الوحدة يعني من السيدات أحيانا أكبر إنجازاتها ممكن أنه يكون أنه أتزوج وأخلف وأسس أسرة. أوكي هذا إشي كتير كويس وإيجابي، بس في طموحات يعني ما لازم تتوقف عند عمر معين. هلأ أنت كيف بتقرأي المرأة في مجتمعنا؟ يعني في سيدات بيحكوا لك إيش بدي فيها الشهادة، ما أنا خلص زوجت وخلفت خلي أولادي يدرسوا. لا يس. كم هذا بيأثر على أولا صورتها كامرأة في المجتمع ونظرة المجتمع إلها، وأيضا تأثيرها على تربية أبنائها أو إدارة بيتها؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا وفقني ما شاء الله وأكبر 4 عيال ما شاء الله. أي أم في الوطن العربي ولا حتى في المريخ تفتخر بيهم. صحيح أن حلقة اليوم مع المسنين، ولكن أعتقد في واقع الحلقة مع من لهم خبرة في الحياة كيف تكون الحياة عندما يتقدم العمر بالإنسان. فاصل ونتواصل. أهلا بكم من جديد في حضرة التحدي والإصرار والأمل يسكت الكلام. واضح أنه إحنا أمام تجربة يعني فريدة. أنا أول مرة أسمع بهذا الكلام، وإحنا مرينا طلعنا على تجارب الآخرين، عشان هيك خلينا نستفيد من وجود الحجة أمال معنا، لأنه إحنا أمام قيمة على مستوى التجربة. أنت لم تكوني بنت يعني بنت حاجي، كنت مترفة بنت عمدي. أيوه. ورغم ذلك عندي كل أدوات الإصرار والتحدي، ويعني عملت كل اللي نفسك فيه. أنت بنت 81 سجلتي دكتوراه. إحنا وإحنا بنحضر للحلقة رحنا على بصراحة على بيوت المسنين وطلعنا على تجارب ناس منكسرة بعد 60 يعتقد أنه الحياة انتهت. ده هي بتبدأ بعد 60 بالضبط. طيب الناس اللي بيستسلموا لليأس طبعا مع اختلاف الظروف، ربما في ناس الظروف اجبرتهم انه ما عندهم مش اولاد، ما عندهم مش البيئه لها دور، الوضع الاجتماعي الوضع الثقافي يعني له. لكن انت شو بتحكي لهاي الناس اللي بتنكسر بسرعه، تستسلم لحاله الياس بسرعه، تنوء الى وتقضي حياتها بكى، حتى برفضوا يعني انا شفت ناس والله برفضوا يحكوا معانا، رفضوا يحكوا معانا من كثر ما هو واصل لحالي من الإحباط يعني مش طبيعي. فأنت هاي الناس إيش بتحكي لها؟ لا والله أبداً، أنا بعتبر العمر مجرد رقم، يعني 18 زي 81 عاد مجرد رقم. صح. على فكرة أنا عجبني الطريقة بتاعتك يعني اللي هو نعكس الأرقام. أصل يعني. اللي حصل إيه أول يوم دراسة؟ لا بس كملينا يعني رسالتك للناس. يعني العمر مجرد رقم. نعم. أنكسر ليه ولا أعمل ليه؟ أنا قارئة وعندي معلومات ونفسي أخرجها عادي، ما أنا ممكن ألتحق بالجامعة، ده اللي جرى
خدت الثانوية العامة وانا سني 71 سنة زي اي طالب عادي. 71 خدت ثانوية وكنت العامة. قاعدة في اللجنة مع الطلبة الصغيرين. انت عارف شو عملت يا حاجة امال؟ انت نسفتي مقولة سن اليأس، هذا المصطلح انت نفيتيه من القاموس الانساني. لا ما فيش يأس خالص. كان مصطفى كامل الله يرحمه كان زعيم كبير عندنا مصر، كان بيقول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. انا بطبقه بقى حرفيا، هو لا يأس مع الحياة. طب لو الناس اللي مروا في نفس تجربتك هم يعني كمان ظروفهم الاجتماعية صعبة يعني، وبالتالي راح والله انا ما اعرفش، يمكن انا ظروفي احسن لان احمد شوقي فيه بيت حلوة قوي كان بيقول بالعلم والمال يبنوا الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل واكلال. صح. يعني انا معايا فلوس وفي نفس الوقت عايزه انشر العلم ده او اخده او اعمله او استفيد بيه. يعني حتى في ناس كثير معهم مال. فانا بعمل، انا عملت كده بالظبط. انا مبسوطه جدا 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 باللي انا عملته واللي لسه اذا كان في العمر بقيه هعمله، لان انا عندي امل. الله يعطيك طول العمر يا حاج جمال. الله يكرمك. امل في وجه الله انه مش هيكسفني، وان انا هاخد الدكتوراه برضه وهاخد واكمل كليه ده بقسم اللغه الانجليزيه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. مع الفرنساوي على فكره يعني صحصحتينا جدا يعني. بالظبط. انا بس بدي اختصر للمشاهدين، هلا بلشتي تكملي ثانويه عامه على عمر 73 مظبوط؟ لا ثانوية عامة أي سنة درستي؟ سنة. بداية أولى ثانوي كان 68 سنة. 68 سنة توجيهي يعني أو الثانوية العامة. خلصت ثانوية عامة 71 سنة. 71 سنة خلصت شهادة التوجيه أو الثانوية العامة. خلصت بقى درستي الماجستير على عمر 76. 76 وهلا مسجلة دكتورة. على عمر 81. على عمر 81. 18. 18. طيب. هلا أحيانا بيكون في مال زي ما حكيتي وبيكون في قدرات وبيكون في ثقافة، بس على المقابل في إحباطات من المعارضين لهي الفكرة. والله كتير كان كتير. كتير كان كتير لدرجة إن أنا أول يوم أدخل في الكلية وأنا في الليسانس لسه، أول يوم بقى معقولة أنا دخلت الكلية مذهولة وقاعدة بقى، وجيت في البنش الأولاني وقعدت، فدخل أستاذ وهو أستاذ كبير يعني أساتذة كبار، فلقيت اللي بينده يقول يا ست يا أستاذة يا مدام بصوت عالي، أنا مش واخدة بالي اللي بنده لي. قام قال يا حاجة، قلت حاجة يبقى أنا مفيش غيري أنا الحاجة. حضرتك بتقصدني؟ قال لي ده مكان تلقى علم مش مكان انتظار طلبة. قلت له لا، وانا جاي اتلقى علم وانا مش طالب. هو بيفكرك واحده من امهات الطالبات. ما اعتقد انك طالبه. قلت له انا طالبه علم، هات لي كارنيك. اديته الكارنيه لما اتاكد. الله رايك بقى. الله يرحمه وتوفى. طيب يعني أبداً. الكلام اللي بتقوليه برضو يعني لانا لخصت لنا المراحل العمريه. انا بقى عايزه اسالك، دخلتي يعني الثانوية عامة خدتيها 71، كنت في اللجنة مع شباب بقى 17 و18 سنة. عاد. دخلتي الجامعة مع شباب صغير جدا. أيوه. ودلوقتي انت موجودة، كنت بتتعاملي معهم ازاي؟ ولا حاجة. دخل الانترنت عليكي، دخلت السوشيال ميديا عليكي، بتتعاملي ازاي معهم؟ ده انا عندي 1000 نفر على الانترنت، على السوشيال ميديا، على الصفحة بتاعتك، على الصفحة 1000 نفر اكتر. اه وبشغلهم كلهم وبكلمهم كلهم. بتتجاوبي ازاي مع اصل انت عندك حياتين يا استاذه امال. أيوه. عندك الحياه اللي هي سنك واكيد اقربائك واصدقائك والمجتمع بتاعك، وعندك الحياه بتاعه الدراسه كلها شباب. الله حابه انت الشباب. فبتتعاملي ازاي؟ واجهتيها ازاي؟ انا مع الشباب شباب زيه. بغني واضحك وهزر وبعدين كلمات الاغاني بقى بتعجبني. بتسمعي مين طيب؟ بتسمعي مين؟ اسمع بسمعهم كله يعني. مثلا عبد الحليم حافظ كان له اغنيه بتمثل حياتي بالظبط. فهي بتقول ايه كلمات محمد حمزه، لان قعدت ادور مين اللي كاتب الكلام ده. بتقول ايه في ناس بتخلق من الالم قوه، وفي ناس بتخلق بتعمل من الدموع سك ماشية عليها بعديها
ناس مؤمنة بيها. دنيا دنيا طبعا دي لعبد الحليم مثلا. طيب والاغاني بقى الاكثر شبابيه بتسمعيها اللي معاكي شباب يعني بيسمعوا يعني مثلا شيبة لو لو لعبت يا زهر. لو لعبت يا زهر بحبها قوي. لا تبدل الاحوال. طيب كنتي بتعملي ازاي؟ بتروحي الجامعه بتقفي مع الشباب دول جيل تاني وناس ده هم بيجوا عليا يا ماما. الله الاستاذ بيشرح ويمشي والمحاضره تتكتب وهم يجوا اشرح لنا الحته دي وانا واقفه وهم حواليا. يعني زمايلك دول كانوا بيجوا البيت صاحباتك بقى الجداد؟ لا للاسف ما حدش منهم جه البيت ابدا. اه لكن في الجامعه اه حبايبي وعلى الفيسبوك بقى كلهم دلوقتي معايا كلهم الله. حتى نسيت اساميهم. انا كنت معاكي في الصف اللي وراكي مش عارفه ايه كده يعني. طب بالنسبه بقى لسنك اللي من سنك اللي من العيله اللي قريبتك ولا بتحسي ان دول هيعجزوكي لان هم لا بقى لا لا لا. طب حاجة امال وانت في هذا السن يعني كيف يعني هذا الانسجام الفكري والثقافي والاجتماعي مع هذا الجيل اللي انت هم بجيل احفادك يعني كيف قادره توازني؟ ما معايا حفيده قدي بالظبط في نفس هي بس دخلت كليه اقتصاد وعلوم سياسيه قسم انجليش وبتشتغل دلوقتي ما شاء الله عليها. اه يعني حفيده زميله. زميله بتشتغل في الامم المتحده ما شاء الله عليه. طب انت على الفيس لما بتتواصل معهم يعني بتشغلك مواضيع اليوم ولا انت بتنتمي لجيل انه هو اهتماماته الثقافيه وكذا مختلفه؟ انا زيهم بالضبط بالضبط. طب خليني اسالك وتفكيرني سؤال. تفكيري تفكيره. طب شوفي احنا والله فخورين فيكي وانت احنا امام تجربه بصراحه انا لاول مره بحياتي تمر علي تجربه وانا امام حالي حي يعني وما شاء الله انت بتنبضي بالحياه بكل ما تعني هذه الكلمه من جمال. ايوه اولادك اكيد فخورين فيكي. اه لكن شو رسالتك اليوم لزوجك اللي كان يحاول يمنع عنك؟ هو ماهوش مانع هو قال لي اقري تمام كل حاجه تمام لكن ما تخرجيش بره البيت تنططلي في الشوارع. انت الان مش خرجتي بره البيت انت الان عالميه اصبحتي. الله يسعدك ربنا يسعدك. ايش ايش بتحكي ايش رسالتك له لو قدر لك انه تبعتي له رساله يسمعها ايش كنت بتحكي له؟ هقول له ما فيش يأس مع الحياه والعمر ده مجرد رقم. هو انا 81 مش انا 18 او 81 احسبها زي ما انت عاوز. ما فيش حاجه اسمها توقف ابدا. طير يطير في السماء. ما فيش حد هيقدر يوقف طير عايز يطير في السماء. صحيح. بتحسي وانت يعني بتتواصلي مع الناس وواصل الى هذا المستوى من القناعات اللي انا بصراحه والله مستغربها اكيد في سعاده في انه انت يعني اثبتتي شيء الكل يشكك فيه أو نسبة عالية من المجتمع بتشكك فيه. لا والله أبدا أنا مبسوطة جدا وسعيدة جدا من جوايا إن أنا قدرت أحقق اللي أنا عايزاه. وإحنا مبسوطين. ما فيش حاجة اسمها يأس أبدا. طبعا. مشاهدينا من الأردن هذا التقرير الذي من خلاله ننقل بالصوت والصورة واقع حياة المسنين في الأردن. ننتقل إلى التقرير. أنشئت هذه الدار من قبل المتبرع المرحوم سمير شمة في عام 2001 والهدف من هذه الجمعية هو تأمين الراحة والاستقرار والطمأنينة للمقيمين فيها من كبار السن ثم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية
والترفيهية والترويحية. في هناك كثير من البرامج والأنشطة التي تساعد على تنشيط الذاكرة عندهم وعلى استدامة الحياة. في برامج رياضية تقام منها رياضة المشي، في هناك أجهزة رياضية تتوافق وأعمار المسنين أيضا من أجل استدامة الصحة وتحسين مزاج المقيمين. برامج تغذية تتوافق والحمية الصحية في حال عندما يكون في هناك أمراض العصر الموجودة عند المسنين، التغذية تتوافق مع هذا الجانب. الجانب الصحي مغطى من قبل طبيب يداوم في الجمعية على حساب الجمعية وكادر تمريضي كامل. دورنا تقديم أفضل الرعاية للمسنين من جميع الجوانب الصحية والنفسية والترفيهية، وأنا دوري أحافظ على المسن كأنه والدي أو أخوي، ونتعامل معهم بكل سلاسة وكل حب، وبدير بالي عليهم من جميع الجوانب زي كأني ابنه أنا هون. في هناك برنامج اسمه برنامج مسن بلا حدود. بعض المسنين عنده هوايات، عنده قدرات جسمية، قدرات عقلية، قدرات فكرية، يكتب شعر، يكتب نثر، يكتب روايات، قصص. فنحن نوفر كل المتطلبات لهم حتى يبقى يمارس حياته بشكل طبيعي. لتعزيز التواصل بين المسن والمجتمع، في هناك مبادرات مجتمعية تقوم بها الجامعات، النقابات، البنوك، يعني مؤسسات، سواء كانت مؤسسات رسمية أو مؤسسات أهلية أو أسر وأفراد، ويعملوا أنشطة متعددة. يكون طبعاً من ضمن البرنامج حفل موسيقي، حفل غنائي، مسابقات على مستوى هؤلاء الفئة، فئة المسنين، وبالتالي يقضوا أوقات ممتعة. في أخصائي اجتماعية تقوم بدور كل البرامج الاجتماعية، التواصل مع المجتمع المحلي، تأمين مبادرات، تأمين يعني مبادرات داخل المكان أو رحلات خارج المكان، ومن ضمنها أيضا ضمن البرنامج الخارج الجمعية يكون في برنامج ثقافي، برنامج تناول في وجبة غذائية، يروح منطقة سياحية، منتزه معين، على أساس يعني يظل في نوع من الراحة ونوع من الحركة والنشاط. احنا عندنا السكن على نظامين، نظام الفيلل وهي مساحة أوسع، مساحة الفيلل الواحدة من 140 لحوالي 250 متر، تشتمل على عدة غرف نوم، على صالة جلوس، على حمام، على مطبخ، صالة للتلفزيون. هذه بيستأجروها بعض أهالي المسنين حتى في حال معظمهم يكونوا خارج الأردن، عندما يأتوا إلى الأردن يقيموا مع المسن نفسه، وبالتالي هذا يؤكد التواصل الاجتماعي أكثر وأكثر بين الأسرة وبين المسن. في نظام الشقق أو نظام الاستوديو عندنا حوالي 61 استوديو، عندنا موزعة هذا في يعني بها غرفة نوم، في مكان للتلفزيون، في مطبخ، في حمام، وفي صالة جلوس يعني للاستمتاع والراحة ومشاهدة التلفزيون. هذه مساحتها حوالي 60 متر مربع وفيها كل متطلبات يعني الإقامة والسكن. يمتاز المجتمع الفلسطيني بتبجيل واحترام منقطع النظير لكبار السن، أسوة بالمجتمعات العربية المتماسكة أسرياً واجتماعياً، فيحظوا برعاية رسمية وأهلية تسعى دائماً لتلبية احتياجاتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم. مبسوطين، بأخذونا رحلات وبشممونا الهواء وبلعبونا بينجو
وأشياء كثير كثير منيح مرتب، والله يعطيهم الصحة ويضلوا مفتوح المركز ويدير بالهم على علينا كبارات السن، يعني كبار السن وجهودهم جبارة، يعني زي ما بيقولوا بضحوا كثير من أجلنا عشان يساعدوا كبار السن. ولا تخلو محافظة فلسطينية من مراكز ودور إيواء ومساعدة المسنين، والتي توفر بيئة اجتماعية وحياة صحية تليق بهذه الفئة التي تجد دفء الأسرة وحكايات الأقران والفعاليات الفنية والثقافية ذات الاهتمام المشترك للمسنين على اختلاف منابتهم، والذين يحملون في جعبتهم قصصا وحكايات وحكما حملوها خلال عقود من الحياة وتجاربها. وظليت آجي على المركز، كنت مبسوطة، وهلأ إلي 10 سنين بتردد على المركز وأنا مبسوطة كتير. أول إشي إجريس محبوبة، أنا بحبها كتير، ومتوفية وميرفت كل اللي موظفين اللي موجودين، وهم يعني بيديروا بالهم علينا وبيعملوا وجبات سخنة وفعاليات وبينجو. تذوب المعتقدات الدينية والثقافية المختلفة في بيوت رعاية المسنين لتكون المحبة والبركة، ودعاء الجدات هي الوقود الذي يجمع العاملين والنزلاء في رسالة إنسانية تتجاوز حدود العمل والواجب. باجع الكاريتاس هنا، مننبسط كتير أنا وابني الحمد لله رب العالمين. جريس كتير 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 منيحة معنا، وأمير كتير منيح مع فادي، يعني بحبوه، وأنا لأجل هيك باجي لأنهم يعني كتير كتير بيحترمونا وبحبونا وإحنا بنحترمهم ونحبهم. والله في فعاليات هيك بعلموا جنفة، بعلموا صوف، بعلموا أشياء يعني هيك نستفيد منها، يعني عرفت علي كيف؟ ليش بتحب المركز؟ ليش بتحب تيجي هون؟ بكون مبسوط. مبسوط كتير ولا شوي؟ كتير كتير كتير. الفرحة التي تكسو وجوههم والرعاية التي تصون صحتهم في فلسطين هي نموذج يحتذى في إعادة جزء من حق المسنين على مجتمعاتهم التي تحضنهم بكل الحب والفخر. عدنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل لنستكمل حلقتنا لليوم عن واقع حياة المسنين في الوطن العربي. أمل الآن إحنا بنحكي أحياناً التوافق الفكري بيلعب، والعلمي أحياناً والثقافي بيلعب دور بين الزوجين. أنا اللي حكولي فريق الإعداد بأنه أنت في مرحلة من المراحل شجعتي زوجك بأنه يكمل دراسته وتعليمه. أيوة. مظبوط؟ أيوة. طيب نحكي أيوة. عن هاي التجربة. ما هو كان زي ما تقولي، كان زي ما إحنا بقى بتكلمك بقى في الخمسينات بقى 58، هو كان بثانوية عامة وبيشتغل، وأهله أغنية بيجيبوا لنا اللازم من خيرات الله، لدرجة إن ما حتى التلاجة ما كانتش موجودة الأول، فكان الأكل قبل ما بفرقه على الناس. فدي حاجة. هو بقى إيه لقى إن اللي معاه ثانوية عامة له مكان، واللي معاه ليسانس أو ماجستير مكان تاني. فلقيته بيقول لي ده فيه منحة يا أمال جاية عشان أدرس أخد شهادة علي، يعني يبقى بكالوريوس تجارة. قلت له الله ده جميل قوي، ما تاخدها. قال لي بس هتأثر عليك، هغيب وهروح أخد محاضرات والفلوس يعني. قلت له يا عم الخير كتير يا عم، احنا لاقين حد ياكل ويانا. فبدأ بقى يجي هو ياخد محاضرات، كان معهد التعاون فتح جديد، والغريبة انه تخرج بامتياز وكان هيبقى معيد. مرضاش علشان قال لي نظري ضعيف مش هقدر اواصل، وخلاص خد بقى البكالوريوس تجارة. كنت بقى انا قارئة جيدة، هو بيشتغل الصبح ويجي استريح، كان بيشتغل شغلتين والله، بيشتغل الصبح في الديوان المحافظة كان إداري،
ويجي بالليل عنده وكان واخد أمانة النقابة أمانة نقابة الموظفين يعني، فكان بيشتغل شغلتين. فبيجي بقى إيه يرتاح حبة ويقوم طول الليل بقى يذاكر، وأنا معاه ما نمش واقفة جنبه أعمل له شاي أعمل له قهوة. كنت مبسوطة قوي لما هو اتخرج هو قوي كمان. قوي 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 ما عندكيش فكرة. بس انتوا يعني حالة حالة إيجابية يعني في ظل اللي حضرتك بتحكيه. أيوه. نادرة أيوه. يعني أنا أصلا كنت بحبه يا شافك بحبه. هو موجود؟ لا توفى الله. ما هو بقى حياتي اتقلبت بقى طبعا رأسا على عقب بعد وفاته. أيوه. كملت بقى خدت الثانوية العامة بقى وكملت. وكملتي؟ اه. طيب يعني برغم ده كله تخيلوا بقى لنا وخالد، برغم ده كله كمان صحتك ما كانتش 100%. اه هو يعني هجمك السرطان مرتين. اول مرة اه كان لسه موجود 2003. اه كان لسه الزوج موجود. كان موجود اه قعد معايا سنة اتنين كده. انت عارفة الله اكبر ربنا يا رب يشفي كل مريض وينعم عليا باسمه الشافي وكل مريض يا رب، يا رب. وما ذلك على الله العزيز. هو بقى بديت كان في رجل هنا في تانية الرجل كانسر غريب. اه المهم علشان يشيلوه لازم يبقى عشان جهاز الكوبالت يوصل يعملوا حاجة كده بحيث انه ايه يجيب تانية الرجل من تحت. جهاز الكوبالت أثر على رجل عملت قرح فتحت كأن بقى بتعالج مرة تانية. وطبعا شعري نزل الجميل ده الحلو ده ربنا ما عاد يعودها ولا لأي حد يا رب. بقيت أشوفه كده وهو عمال ينزل. كان عندك كم سنة أستاذ أمين؟ كان عندي 2003 كان عندي 60 تقريبا. آه يعني هجمك السرطان أول مرة في عمر 60. آه آه. وبعد ما أنا 43. وغايت 2003 هو 60 سنة. قعدتي قد إيه على بال ما شفيتي منه في المرة الأولانية؟ والله أبدا. هو خد سنة الأول بالقرحة بتاعت رجلي خد سنتين. كان هو لسه عايش. اه مات بقى في اثناء الايه وبدات بقى اتماسك للشفاء يعني مات بقى في الاثناء دي. وهجمك تاني هجم في صدري في آه. نوع تاني ما هو ما اصل ربنا ما عادش يعود ده ليه بعدها بكام سنه بقى ده 2003 2011 اه يعني بعد 7 سنين او 8 سنين تقريبا او اقل اقل اه اقل شويه وربنا شفاكي تاني اه صبح عايزنا نكمل يا شافك عايزنا نكمل. لا اله عايز انت يا حجي امان انت الان في سن ال 81 رحت سجلتي للدكتوراه شو عنوان اخترتي عنوان الرساله ما هي بقى لسه بتدرس لا 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 هي الدكتوره قالت لي بس ممنوع اقول لغايه ما تقول لي روحي سجلي بقى رسمي انت سر بقى يا خالد خطر سر لحد ياخد خطر في بالك عنوان والله خطر في بالي ان انا اتكلم عن الادمان الإدمان المخدرات آه. لكن هي قالت لي هنكمل زي ما اخترت لك الموضوع الأولاني هختار لك الموضوع الثاني وأنا ماشية معاها بقى لأن هي بقى لها وجهة نظر هي أستاذتي بقى صحيح قد أحفادي لكن لها وجهة نظر برضو أستاذة كبيرة وبعدين شاطرة جدا في علم اجتماع القانون يا خبر أبيض ممتازة ما شاء الله ممتازة ست أمال الآن برضو بنحكي عن تحدي تاني يعني شوفي هي قصة تحديكي وإرادتك إنه تكملي دراستك ومرة تانية من نعود نذكر المشاهدين إنه على عمر 81 هلا سجلتي دكتوراه يعني أيوه. هلا بالمقابل أنت ناجية من السرطان أصابك مرتين وفي كل مرة كنت تطلعي منها بتحدي أيوه بعد إرادة الله عز وجل أيوة. لا هو يعني. هو ده دي صد من الله نعمة من الله عطهاني يعني بتعتقدي في أشياء ساعدت بعد طبعا رحمة رب العباد في أشياء ساعدت على شفائك يعني كم النفسية والروح والإرادة بتلعب هيك دور والله أبدا ما فيش حاجة ساعدتنا على الشفاء إلا قرب من ربنا هو قرب من ربنا يعني أصلي وأدعي وأقول أورادي وأنا قاعدة كده هو ومكفية لأن ما بقدرش أسجد رجلي تعبان فبصلي وانا قاعد على الكرسي واعمل كده وابدا اقول اورادي واقول دعائي ليا ولولادي ولامه محمد وللناس كلها
ودايما اذكر النبي عليه الصلاه والسلام وسبح يعني اصلي على النبي كتير قوي، دي بقى بتفتح الابواب المقفوله. انت كانه جاءك الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام؟ اه جاني في المنام. انا كنت نايمه يوم ايام رجلي والالم كان شديد قوي. هذه رؤيا يا حج امال، هذا ليس منام، هذه رؤيا. اي رؤيا بالضبط، رؤيا. طبعا انا نايمه نعسانه لقيته في اوضتي. يا الله، المرتدي ملابس الاحرام، والله ما بكذب. الله، لان لا كذب في رؤيه ربنا يعني. ودقنه دي بيضه زي سلوك الفضه، وهو بيحرم معايا في قلب الاوضه، وقال لي يلا عشان نروح مكه نعتمر. والله ما بكذب. وصحيت من النوم وانا واخدني في ايده هنروح مكه. صحيت من النوم ففتحت عيني كده، انا عاده بصحى قبل الفجر. سنه كام ده؟ حاجه بيولوجي. سنه كام يعني؟ زي ما تقولي 2005 2000 في وقت العلاج برضه. في وقت العلاج اه، ما هو انا مش قادره استحمل الالم. ما هي دي الرؤيه اللي ربنا هيشفيكي. هي دي الرؤيه. أيوة. انا عايزه استاذنك بس ابو محمود عشان عارفه ان انت عندك، عايز اعرف منك في دقيقه بالظبط يومك عامل ازاي في البيت. انت دلوقتي 81 سنه او 18 زي ما اتفقنا، وواخده الماجستير بتحضري الدكتوراه، بس انت في نفس الوقت جده وام، وبتعملي ايه في يومك؟ انا لوحدي بقى، ما عنديش حد. انا في البيت وحيده زي ما بقول لكم، هم موجودين ربنا يحميهم يا رب. اشرحي لي يومك سريعا كده. انا بقى بصحى مش قبل الفجر، حاجه بيولوجيه كده، ثلاثة اكون صح مفتحه عينيا وكاني في عز نشاطي، واقوم اتوضى واصلي التهجد الى ان ياذن الفجر، واقرا قران واقرا كله، وبعدين ياذن الفجر اصلي، وان قدرت بقى اسبح بقى واصلي على النبي، قدرت النوم غلبني يبقى انا عملت اللي عليا ده بالنسبه. وبعدين بتجيني بنت ابني الله يكرمه يا رب، يقول لها ماما دي لا خط احمر. فبتعملي امورك البيتيه بقى. هي بتيجي بقى تظبط لك البيت. عم بعتبرها زي حفيده يعني. بتيجي ازيك يا طنط مش عارف ايه، تعمل لي كوبايه شاي تفطرني تساعدني يعني. خلاص ويجي بقى ميعاد الظهر اصلي وهكذا. بروح بقى الجامعه لما اكون بقى في اثناء الدراسه، بلبس بقى واروح جامعتي على حسب مواعيدي. جميله. واكون طيب. مجهزه اكل. جميله والله. مجهزه اكل في البيت. اجي وانا اللي بحب اطبخ اكلي، ما احبش حد ياكلني او يطبخ لي، لان هاجي لك انا المنصوره. ده انت هتشرفيني. هاجي والله العظيم، انا منصورة. عندي حته شقه زي العسل. طيب حاجي حاجي امال، نعم ربنا اكرمك، هذه الرؤيه منا من الله سبحانه وتعالى، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان، ربنا يقول هذا في محكم التنزيل. من عليك بانه رب انت شفت رسول، مين في كل الكون بيحلم قليل ربنا بيختارهم اشخاص معينين، وهذا لقاء صبرك وايمانك بالله. أيوة. يقينك بانك ستشفي طالما استعنت بالله سبحانه وتعالى. ودلوقتي لغايه الوقت انت احنا بصراحه بكرر كمان مره، احنا امام تجربه فريده، ما فيك من خصال، كل الطباع اللي فيك وهذا الايمان وهذا اليقين وهذه الروح العاليه على التحدي، كيف بتحاولي تنقليها لاحفادك لاولادك ولاصدقائك؟ اصدقاء ولادي واحفادي بقول لهم هم حرين، اللي ياخد بالكلام ياخد واللي ما ياخدش ما بغصبش عليه. لكن في اصدقاء ليا يعني، منهم واحد كان محطم فضلت وراه لغايه ما الحمد لله ربنا كرمه، وانا كنت قريب يعني، انا لسه جايب قال يومين بس من العمره، مش هي مش عمره، هي زياره للسعوديه بس اعتمرنا. فبتكلم مع اللي بقول لك الشاب ده، فقلت له انا في المدينه يا حبيبي، قال لي ما انا في المدينه انا هاجي لك. فجاني، انت دخلت الروضه؟ قلت له ما، قال له ما فيش تصريح ومش هدخل، ومرات ابني جالها تصريح من اختها اللي قاعده في السعوديه، لكن انا ما جانيش. فقام قال لي طيب يلا تعالي، كان ابني بقى معايا يعني، مراته دخلت الروضه وانا قاعده مع ابني بنستنيه الشاب الطيب ده، انا معتبرها ابني مش ابني بقى حفيدي. المهم جه، والله يا شفك ما بكذب عليك، نزل بوس في دماغي وكتافي وايديا
مش ممكن. فقام ابني ضحك وقال لي الله انت ده انت عارفة بقى ناس وبتحبه. قلت له الله واكره ليه يا ابني؟ بحبه عادي. قام قال له دي والدتي، دي اكتر من امي. وخدني بالعربية لأني كنت بيزقوني رجلي برضو أو قلبي بمعنى أصح ما بقدرش استحمل مجهود. وداني لغاية الروضة وبعدين عايز يدخل بقى قالت له واحدة ست المشرفة اللي بره. فمراتبني في الروضة طب هجيبها ازاي؟ فلقيت بنت باكستانية جاية تجري وقالت لها أنا هدخل بها. فخلاص ربنا يسر. دخلت اتنين بقى واقفين، البنت تقول لها التصريح وبدت بقى دموع تنزل بقى. انا عايزه اشوف، عايزه اقابل. على فكره احنا ممكن نقعد نتكلم معاكي كتير قوي وكلامك جميل وعايزين حلقات وحلقات. انا بس قبل ما لنا تختم انا عايزه اسالك نفسك في ايه من مصر؟ مصر يعني انت ست جميله وعملتي حاجات حلوه مشرفه ومصر دلوقتي بتكرم السيدات وفي اهتمام بالمرأة المصرية. كرمتني السيدة الأولى الأستاذة انتصار، كرمتني في يوم المرأة. بس أنا يومها جاني كورونا فما روحتش. التحليل باين إن عنده كورونا. بنت اللي راحت اللي هي الأستاذة شيرين العدو خدت الدرع منها وقابلوها مقابلة مش ممكن. وقالت لها كان نفسي يعني إنها كانت ممكن تقابلني. إن شاء الله تتكرر ويبقى لك تكريم كمان أكبر وأكبر. يا رب يا رب. أنا بدي أشكرك لأنه إحنا اليوم خلصنا حلقتنا ورح نطلع من الاستديو هيك عنا طاقة إيجابية كتير كبيرة وعنا أمل وعنا رسائل كتير كبيرة. كل واحد فينا لازم يخجل إذا واجهته أي صعوبة وتوقف عندها. فأنا بدي أشكرك والله يعطيك العمر وإن شاء الله يضل عمر بيت للكل للسنوات القادمة ونستضيفك وإنتي ماخدي أطروحك الدكتورة. إن شاء الله. أنا شرفتوني جدا 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 وأنا سعيدة أوي 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 بمقابلتكم وسعيده جدا جدا بالبرنامج الجميل ده. اول مره اشوف ان انا عاده ما بشوفش برامج قليل قوي لما بشوف برامج مصريه. انت على اربع محطات عربيه رح تطلعي. جميل جدا. اخر حلاوه. اهلا آخر وسهلا حلاوة بالصلاة. اهلا وسهلا فيكي والله يعطيك الصحه والعمر. وبعدين نصيحه لاي واحد يائس لاي واحد تعبان، ما فيش حاجه اسمها يائس ما دام اتجهنا لله ودايما نسبح الله ودايما نذكر النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي بتفتح الأبواب المقفولة. والله بتفتح الأبواب المقفولة. أكيد. والله بتفتح الأبواب المقفولة. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أستاذة أمال شرفتينا ونورتي بيت الكل. هي أمال من الأمال تحديات. الحلقة دي سجلت والأستاذة أمال 81 عام وهي أكبر باحثة في الحياة الثقافية للعمر الأكبر، مش عايزة أقول المسنين لأنه لا يليق على الأستاذة أمان. إحنا في انتظار رسالتها للدكتوراه. لا يأس مع الحياة إن شاء ده الله. عنوان بيت للكل إن شاء الله. دمتم فأمان وسلام دايما طالما تعيشون من أجل أن تكونوا دائما في حياة أفضل وبتحدي كبير. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم.